السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحباب الكرام، اليوم سوف نعيش مع صفة من الصفات التي لابد من المسلم أن يبتعد عنها ويروض نفسه ويدرب نفسه أن يبتعد عنها، ألا وهي الغضب. صلوا بنا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحباب الكرام، الغضب شعلة من النار، والإنسان ينزع فيه هذه الشعلة عند الغضب، عرق يخرج، عرق الشيطان. قال الله سبحانه وتعالى: خلقتني من نار وخلقته من طين. فهنا أحبابنا الكرام، الإنسان خلق من الطين، والطين يدل على السكون والسكينة، أما النار خلقت وجبلت على الاشتعال والحركة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله أوصني. فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. ثم قال له: أوصني. قال: لا تغضب. ثم قال له: أوصني. قال: لا تغضب. وكررها له النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرارا. وفي حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنه، حينما سأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: ماذا يبعدني عن غضب الله عز وجل؟ فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغضب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني الراجل التمام، اللي هو الإنسان اللي يقدر يتحكم في أعصابه، هو ده الإنسان اللي هو بيبتعد عن الغضب، هو ده الإنسان الشديد، الإنسان التمام، الإنسان اللي هو يقدر يتحكم في أعصابه كويس. هذا نعمة الرجل. وعن عكرمة قال تعالى سبحانه وتعالى: وسيدا وحصورا. فهنا معنى السيد الذي عكرمة قال في تفسيره، قال: السيد الذي يملك نفسه عند الغضب ولا يغلبه غضب. والغضب أحباب الكرام هو عدو العقل. اللي بيحصل في الغضب ان بيحصل غليان في دم القلب، هذا الغليان يريد الإنسان أن ينتقم من الذي أغضبه. فحينما يغضب الإنسان يبدأ تثور فيه نار الغضب، ثوران يغلي به دم القلب. فما بيغلي دم القلب، هذا الدم بينتشر في العروق، عروق الإنسان، وبيرتفع فيه إلى أعلى البدن حتى يصل إلى الدماغ. وده هنشبهه أحباب الكرام بيكون عندك إناء أو قدر أو حلة. هذه الإناء ده ما تحط فيه مية، فبعد مدة بتلاقي الماء ده بيغلي ويبدأ الجزيئات بتاعته بتطلع من الأسفل إلى الأعلى، ويحدث عملية غليان وعملية فوران. كذلك الإنسان، فحينما يغضب الإنسان بيبدأ يحمر وجهه وتحمر العين، وكمان بشرته تحمر من شدة الغضب.
فإذا يأس الإنسان إن هو يفرغ طاقته ديت ويفرغ الانتقام ويفرغ غضبه، إيه اللي بيحصل فيه؟ فإن الإنسان بيصفر وجهه وينقبض الدم من الجلد إلى من العروق بتاعته إلى القلب، وبذلك يصفر وجهه. وهكذا أحبابنا الكرام لون بشرته ما بين أن يحمر وجهه أو يصفر وجهه. فالانتقام هو قوت لقوة الغضب. نأتي أحبابنا الكرام بعد الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أنواع الغضب. في أنواع للغضب، في منها إفراط في الغضب، يعني الإنسان يكون كثير الغضب ويكون سريع الغضب ويكون يعني غضبه شديد جدا. وفي تفريط، في إفراط وفي تفريط. وفي تفريط في الغضب أن الإنسان يعني لا يبالي ولا يشعر بأن في حد أغضبه أو حد زعله، يبقى إنسان لا مبالي. أو النوع الثالث اللي هو الاعتدال ما بين الإفراط والتفريط. فنأتي إلى الصنف الأول اللي هو الإفراط. فلا خير في الإفراط لأنه يخرج العقل والدين عن سياستها. يعني إذا الإنسان غضب شديد وسريع، فالغضب ده ممكن يخرجه عن عقله ويخرجه عن شعوره ويخرجه عن دينه والعياذ بالله. فلا ينبغي للإنسان أن هو يقدم على الإفراط في الغضب. فإذا أفرط في الغضب نجد الإنسان دوت لا فكر له ولا نظر له ولا اختيار له، يبقى إنسان مش مسؤول خالص عن تصرفاته، أو بعد كده بيندم على تصرفات هذه التصرفات التي يتصرف بعد لبس بعد ما يسكن الغضب. بعد كده كذلك لا خير في التفريط. التفريط ان الانسان يكون يعني لا يبالي ولا يهتم ان هو انسان اغضبه او شيء. فهذه الصفة بتجعل الانسان بلا حمية ولا غيرة، بلا حمية ولا غيرة، يعني اكنه ما فيش اي حاجة حصلت. بعد كده ومن فقد الغضب بالكلية عجز عن رياضة نفسه، اذ ان الرياضة بتتم لما يتسلط الغضب على الشهوة، يعني يقدر الإنسان يتحكم في نفسه. فهناك أحبابنا الكرام الصنف الثالث ألا وهو الخيرية والوسطية. فلابد أن الإنسان يعتدل ما بين الإفراط والتفريط، يعتدل ما بين الإفراط والتفريط، أي يكون الإنسان وسط في أموره، لا يغضب غضب شديد ولا يترك الأمور يعني بلا مبالاة ولا يعني يأخذ موقف يعني. فلابد الإنسان أن يعتدل في الشعور بتاعه. بعد كده هناخد أحبابنا الكرام اللي هو أثر الغضب. أما الإنسان بيغضب إيه الحاجات المترتبة عليه وإيه الحاجات اللي هي ممكن تصيب الإنسان؟ أول حاجة الغضب بيرتفع للدماغ، فبيغطي على معادن الفكر ومعادن الحس، ونشعر ان الانسان تظلم الدنيا امامه، تسود الدنيا امامه، فلا يرى في وجهه مخلوقات او اي شيء، فتلاقيه بيتصرف تصرفات يعني سيئة جدا. كمثل احبابنا الكرام لما يكون عندك كهف والكهف ده اشعلت فيه النيران، فنجد ان الكهف بيسود ويحمى النيران فيه وبيمتلئ دخان، فلا يزبط فيه قدم ولا تسمع. فالانسان دوت اللي هو الانسان الغضبان ده بتجد لا يزبط فيه قدم ولا تسمع له ولا تسمع كلمة مفيدة هو بيقولها يعني، ولا ترى فيه صورة جميلة وصورة مشرقة، صورة الإنسان الهادي، الإنسان اللي هو بيتصرف بطبيعة هادئة. حينما يغضب الإنسان بتظهر صورته وملامحه، ولا يقدر على إطفاء النيران التي بداخله. كذلك أحبابنا الكرام يفعل به القلب والدماغ، وربما الغضب قتل صاحبه.
ربما الغضب قتل إيه صاحبه وعرضه لكثير من المصائب وكثير من المشاكل. فمن برضو أثار الغضب أن تجد الإنسان لونه بيتغير كما كنا إلى لون أحمر وأصفر، وتجد الإنسان أطرافه ترتعد ويرتعش الأطراف بتاعته. كذلك بيخرج الإنسان عن شعوره وعن النظام بتاعه والسمت بتاعه. فسمت المؤمن هادي بطبيعته، مستكين بطبيعته، يعلم أن كل شيء بقضاء الله سبحانه وتعالى وكل شيء بقدر الله، وما يحدث في هذا الكون كله بأمر الله سبحانه وتعالى، فبيأخذ الأمور بشكل بسيط. فهنا أحبابنا الكرام حينما تغضب بتخرج عن شعورك، وكمان بتجد الصورة بتاعتك يعني سيئة، شكلك مش كويس، وبتتصرف تصرف المجانين يعني الذي فقد عقله. وكمان أحبابنا الكرام إذا أردت أن تكره الغضب، تكره مشاهد الغضب، فانظر إلى نفسك في المرآة حينما تغضب. انظر إلى نفسك في المرآة حينما تغضب، تجد صورة إنسان آخر، إنسان لا تعرفه، مش أنت طبعا الإنسان اللي هو المؤمن الهادي اللي هو بيتصرف بهدوء وطبيعة كويسة مع الآخرين. في حالة الغضب بيتغير الإنسان ده خالص 360 درجة أو 180 درجة زي ما بقوله، وبيتغير لشكل تاني وإنسان تاني. هذا الإنسان بتنفر منه النفوس وتبتعد عنه النفوس الناس بسبب أن الإنسان أفرط في الغضب. ثم نأتي أحبابي الكرام إلى علاج الغضب. كيف أعالج غضبي؟ وكيف أتغلب على هذا الغضب؟ وكيف أروّد نفسي لأكون إنسان إنسان يعني في الحلم وفي صفة الأناة وفي صفة عدم التسرع والتأني في الأمور؟ فأول حاجة أحبابنا الكرام بعد الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أول حاجة الاستعاذة، أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إنه سميع عليم، يعني أول ما تغضب على طول تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكان هناك قصة أن كان رجلان يتسبان في حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: إني أعلم كلمة لو قالها أحدهما يعني لذهب عنه ما يجد من الغضب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فحينما تغضب أخي الكريم استعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم الأمر الثاني أن يتفكر في الأخبار الواردة في قزم الغيظ والعفو عن الناس والاحتمال، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلان استأذن على عمر رضي الله عنه، أن رجلا استأذن على عمر رضي الله عنه وأرضاه، فأذن له فقال له لما دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما دخل عليه فقال له هذا الرجل: يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل، يعني ما تيجي في عطايا ما بتوزعش بالعدل، ولا تحكم بيننا بالعدل. فهنا غضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه غضبا شديدا، وقام وهم بالرجل أن يفتك به ويضربه. فقال له أحد الصحابة الحر بن قيس رضي الله عنه، قال: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قال حينما تغضب إن الله عز وجل قال إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له النبي قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
وقال له إن هذا من الجاهلين، إن هذا الرجل من الإيه؟ من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يعني توقف على طول مباشرة عمر بن الخطاب لما سمع آيات الله والآية الكريمة، توقف عندها. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان وقافا عند كتاب الله، أي حينما يسمع آية من آيات الله يطبقها ويقف عندها. ثم نأتي من علاج الخوف أن يخوف نفسه من عقاب الله سبحانه وتعالى وقدرة الله على الإنسان. فأي إنسان مننا يحتاج إلى عفو الله. وأحبابنا الكرام، إن الإنسان لو خرج عن شعوره وأخرج ما بداخله من الغضب فلا يأمن أن الله سبحانه وتعالى سوف يعامله بالمثل يوم القيامة، ويحذر على نفسه من عقاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. إذن في هذه الدنيا يتحكم في نفسه ويخاف من عقاب الله يوم القيامة، فيعفو عن الآخرين لكي يعفو عنه الله سبحانه وتعالى. ثم الأمر الخامس، وهو أن ينظر في منظره وقت الغضب، كما قلنا حينما ينظر الإنسان عند غضبه في المرآة فنجد أنه شكله بيتغير جدا، ويصبح مثل الوحش الضاري، إنسان لا يعرفه ولا يعرف شكله لأنه تغير حاله. فلابد أن المسلم أن يتحلى بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تصرفاته وفي أفعاله، وعند الغضب يتصرف كما كان يتصرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: والقادمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقال إن أحد الصالحين كان له خادما، فحينما طلب منه كوبا من الماء، فلما ذهب هذا الغلام إلى هذا الرجل الصالح في مجلسه، إذ به تتعثر قدمه ويقع كوب الماء على هذا الرجل الصالح، فهنا غضبا شديدا، فذكره الغلام بالآية القرآنية: والقادمين الغيظ، فقال: كظمت غيظي. قال: والعافين عن الناس، قال: عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين، قال: فاذهب فأنت حر لوجه الله. هذه قصة أخرى أحبابنا الكرام في علاج الغضب. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. يعني الإنسان اللي يجزم غيظه ويتحكم في الغضب بتاعه، الله يوم القيامة بإذن الله سوف يخيره أي واحدة أجمل من الحور العين في نظره، ويعني يأخذها ويخيره أن يأخذها. انظر إلى فضل الله وعظم نعم الله سبحانه وتعالى لهذا العبد الذي كظم غيظه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشج ابن قيس: إن فيك خصلتان، يعني فيك صفتين يحبهم الله ورسوله. قال: صفتي الحلم والأناة. الحلم والأناة، والحلم اللي هو الصبر على الأمور والتعقل فيها وتدبر الأمور، وكذلك الأناة اللي هي عدم العجلة والنظر في عواقب الأمور. أحبابنا الكرام، فهذا هاتان الصفتان كان يحبهم الله ورسوله في هذا الصحابي الكريم. كذلك قصة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، لما كان يحكم المسلمين، فدخل ذات مرة المسجد، وكان المسجد مظلم، فكان هناك رجل ينام في المسجد من عامة الناس،
فإذ به هو وهو أمير المؤمنين وخليفة المسلمين وحاكم المسلمين في ذلك الوقت، وكان معه حارس. فتعثرت قدم عمر بن عبد العزيز في هذا الرجل وضرب برجل هذا الرجل بدون ما يقصد، لأنه لم يشاهده ولم يراه، فتعثرت قدمه في هذا الرجل النائم. فلما قام هذا الرجل وفتح عينيه قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه: أمجنون أنت؟ اتهمه بالجنون لأنه رجله خبطت في هذا الرجل وضربته. فقال له: أمجنون أنت؟ فقال له عمر بن عبد العزيز: لا. فهم الحارس أن يضرب هذا الرجل لأنه تطاول على خليفة المسلمين ووجه إليه كلمة أنت مجنون. فهنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه قال له: دعه واتركه، فقد سألني سؤال عابر: أمجنون أنت؟ فقلت له: لا. يعني نفى عمر رضي الله عنه وأرضاه عن نفسه الجنون، وحل المشكلة وحل الأمر بمنتهى البساطة ومنتهى الهدوء، ولم يأمر بحبسه أو لا يأمر بقتله. فانظر إلى حلم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، وهكذا كان حال الصحابة في تحكمهم لأنفسهم. وكذلك نختم بقصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه الأعرابي وقال له: أعطني مما أعطاك الله. وقد جذب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ثوبه من ناحية العمق، وكاد أن يخنق النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الشدة وهذه الجذبة. وكان واقف بجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فرفع سيفه وقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. لأنه كان يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أعطني مما أعطاك الله. هنا تبسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في وجهه وأمر عمر أن لا يمسه بسوء، وطلب من المسلمين أن يأتوا له بالعطاء. ويقال أنه زاد في عطائه بسبب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أخاف هذا الرجل. فانظر إلى حلم النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عدم تسرعه في الغضب وعدم انتقام نفس. فكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه قط إلا إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى، فقد يرى الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم متسامحا، كان عفوا لأبعد الحدود صلى الله عليه وسلم. نتعلم منه العفو، وتعلم منه الحلم، ونتعلم منه الصفح بأبي هو أمي يا رسول الله. وهذه أحبابنا الكرام نبذة بسيطة عن الغضب وعن أخلاق وعن خلق الغضب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بأحسن الأخلاق، ويبعدنا عن هذه الصفة الذميمة، ويبدلها لنا بالحلم والأناة. وأخي الكريم، من كانت في هذه الصفة فعليه أن يتخلق بخلق الحلم والتأني. فإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. فممكن هذه الصفة أن تكتسب، ودرب نفسك أن تبتعد عن الغضب. وقد أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الإنسان حينما يغضب يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يذهب إلى الوضوء، ثم يصلي ركعتين، ثم أحببنا الكرام يغير جلسته إذا كان واقفا يجلس، وإذا كان جالسا يركض، أو أنه يغير المكان ويخرج من هذا المكان ويبتعد عن هذا المكان لكي يهدأ ويتحكم في غضبه. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه وقت الغضب.
فاستمسك أخي الكريم أختي الكريمة بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووصيته بأنه قال للصحابي: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، كررها له مرارا وتكرارا. وقد أوصى النبي هذا الصحابي بكل الخير، ويعلمنا كل الخير صلى الله عليه وسلم. ما دلنا على خير ما دلنا على شيء إلا وفيه الخيرية والخير للبشرية وللمسلمين صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. طبتم وطابت أوقاتكم. أحباب الكرام، لا تنسوا الاشتراك في القناة وكتابة التعليقات، نسعد بتعليقاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام.